رصدت الفنانة سيرين عبد النور بالفيديو لهو زوجها فريد بالهاتف خلال حضورهم حفل السوبر ستار راغب علامة، وإهماله ليها واهتمامه بالهاتف أكتر منها ومن أجواء الحفل اللي موجودين فيه. وجاء رد فعل سيرين على الفيديو صادم، حيث ظهر عليها ملامح الانزعاج من الموقف. كما ظهرت سيرين عبد النور وهي ترقص مع الفنان راغب علامة وتتفاعل مع أغانيه. وكانت تزوجت سيرين عبد النور من رجل الأعمال اللبناني فريد رحمة، وده كان في عام 2007، حيث تزوجها بعد قصة حب دامت لسنوات. لها بنت تدعى تاليا ولدت في 10 يونيو 2011، وأنجبت طفلها الثاني كريستيانو عام 2018.